50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. أنا صاحب ببلينات موجود في مدينة البقالطة، عزوف كلي من البنات، معنى عادات وتقاليد البلاد ما يحبوش انهم البنات يدخلوا البيبلينات. يدخلوا البيبلينات يطلعوا عليهم كلام كيف بنيه تدخل البيبلينات. ما ندخلش البيبلينات خاطر بالحق معناتها العبيد هكا مونتاليتي نتاعهم خايبه، ديجا ملي احنا صغار زارعين في مخاخنا كيكا ما لازمناش ندخل البيبلينات، ما لازمناش ندخل البلاصه فيها اولاد بصفه عامه، خاطر هكا معناتها ديجا هو كاش تسال السؤال لروحك ما تقالوش جواب جمله، معناتها حتى كاش تجي مش تتعدى انت من قدام البيبلينات كيكا باش تقول لا تو الاولاد يقولوا كلام فاسد وكل. هي البيبلينات راهي ماهيش جامعه وما هيش مدرسة، أنا فيها الخطوط الحمراء ما هيش موجودة، فنجم يكون حتى ألفاظ كذا. لا أريك الله مكروه بعد. طريقة تستنى فيها العباد باش تخدم من قبل الثورة في قلب المدينة تخدم صحيح، لكن يا فرحة ما تمت الطريق كله مغشوش، كله مخدوم على التراب، العلو نتاعه ماهوش صحيح، عمره ما نظفوا الكياس خلاص، هذا رئيس بلدية قال لك راهو عامل هذاك عامل عليكم زي وزادوكم بليش، هكا يوقفون مواطنين كي معبي بالتراب. خادم 15 سنة أنا قريب لاني، تفيت البلاد ما تبقى فيها حتى شيء، لا طرقات ولا بيئة، الطرقات كلها مهدك، في كامل معتمدية مكث وكلها مغشوش، المقاول اللي يجي يخدم باختصار ويجي، خاطر المراقبة ما ثمش. اللي مسهول على الطريق ومسهول على باش يشرف بيقويه في جيبه ويقلع، اذا ما زفت يجي في الشتاء، زفت ما يجيش في الشتاء يجي في الصيف، هم يزفتوا كم في الشتاء. هذا طريق من برشة طرقات خدمت وفزدت في مكة، زعم مشكلة من شكون؟ من المقاول اللي يخدم وما يهمه في حد، ولا من البلدية اللي ما على بالها بشيء وساكتة على الوضع. وكيف الغيب على الأنظار ساكن دي مقلوب الناس ما تمش الفريق نسائي خاطر صار البنات ما مش مغرومين راهم هنا في الكوره. اسمي جوار زوقه 12 سنه من متلين نلعب في الكوره، فرشت في كابتن ماجد وانا صغير قص علي انا العب معاه، اول مره يعني لعبت فيها مع اخويا، الانترينور ورئيس الجمعيه قنعوني بطبيعه خاطرني نلعب بالقدا وعندي موهبه، قالوا لي خاطر مفهميش بنات نجم تلعب مع الوليد. من الاول قعدت نخم خاطر جاتني صيبه شويه وليد وكل شيء، ما بعد كي شجوني امي بابا لعبت. الاولاد كانوا يصافوا معايا بالحق بالقدا بالقدا، كانوا يحترموني سانسوا بيا تويكا، حتى كي نغيب في الانترمون ديما كلموني ولاو. البنات كانت تغزل يعني كيفاش بنيه وحدي نطلع في وسط الوليد يعني كل شيء، كانوا من الاول باهتين فيا. نسي ديما يرضوا امي يقولوا لها شبيها بنتك تلعب مع الوليد، ما تخليهاش ما عادش تخليها. هي حياتي هذيك هي موهبتي، يعني نلعب شيخ اللي يش يلعب كرة لازم ما يخافش، هذيك حاجة الأولى لازمها تكون في مخ.